السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ميماديامو. فيديو اليوم نحضر معكم لصوص كراميل أو كراميل منزلي، سهل جدا بثلاث مكونات فقط لتزيين جميع أنواع الحلويات، وأكيد أحسن من اللي كيتباع. هنشوفوا المقادير وطريقة التحضير. تحضير هذا الكراميل كنحتاجو كأس من السكر البودرة، كنوضعه في واحد المقلاة على نار هادئة جدا حتى كيبدأ يذوب لنا السكر من تحت. من بعد كنبداو نحركوه باش كنعاونوه يذوب لنا جيدا. كنستمروا بالتحريك حتى كنحسوا بأن مبقاوناش حبيبات السكر في الكراميل، وخصنا نردوا البال باش ما يتحرقناش الكراميل باش ما كيعطيش رائحة المرورية. من بعد نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة ونستمر بالتحريك على نار هادئة. من بعد نضيف نصف كأس من الحليب. في هذه المرحلة يمكن السكر غادي يبدأ يجمد شوية، ولكن ما تخافوش لأنه مع التحريك غيدوب. استمروا بالتحريك حتى يدوب جيدا السكر. وفي واحد الكأس ولا واحد الطاسة غنحضرو كأس من الحليب، غنوضعو فيه ملعقة صغيرة مملوءة جيدا من النشا. نحركوهم جيدا باش غنضيفوهم في المرحلة القادمة. الأفضل نحضروهم قبل ما نبدأ نعملو كراميل. أنا وضعت ملعقة صغيرة فقط لأنني بغيت واحد الكراميل يكون عنده واحد القوام سائل. إذا بغيتوه يكون شوية ثقيل فغضيفو شوية زيت ديال النشا. فهنا عندنا كأس الحليب اللي وضعنا فيه ملعقة صغيرة مملوءة جيدا من النشا، وغنضيفه الخليط مع التحريك المستمر. يمكن نرفعه النار شوية في هذه المرحلة. وديك النشا اللي ضفنا هو اللي غيعقدنا الكراميل. الكراميل في الاول غادي يبان لكم بانه سائل شويه، ولكن ملي غيبرد راه غيزيد يتقال. كنبقاو نحركو حتى يوصل لدرجه الغليان بحال اللي كتشوفوا معايا، ومن بعد نطفئ على النار ونوضعه في شي إناء باش يبرد. فهنايا كما كتشوفوا القوام ديالو كيكون مازال سائل. وحتى أنا تقصدت في هاد الكراميل نعمله سائل شوية لأن بغيتو لتزيين واحد لاكلاص. كنخليوه يدفى شويه من بعد نوضعه في الثلاجه باش كيشد في راسو ونقدروا نزينوا به الحلويات ديالنا. تسهيل عمليه التزيين نقدروا نوضعوه بشي كيس بلاستيكي او جيب الحلواني او فقط بالملعقه. تقدروا تزينوا به الحلويات ديالكم كما بغيتوا. شكرا جزيلا على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.